نرمين مساحتنا التالية مهمة كتير، وخاصة ببداية شهر رمضان الشهر الكريم واللي بتخص الغذاء الصحي ونمط التغذية السليمة خلال هذا الشهر الفضيل. كيف فينا نحن ننظم أوقات الوجبات من حيث الإفطار وأيضا بين الإفطار والسحور؟ شو هي الأغذية اللي ممكن نحن نتناولها خلال الشهر الكريم اللي ممكن تحقق لنا أيضا ولا جسمنا كمية من السوائل تقدر تقينا من ايضا من فتره طويله للصيام؟ اكيد رح نتعرف على كل هدول القصص والمواضيع مع اخصائيه التغذيه علياء خليفه، وهي استشاريه ايضا في التغذيه. رمضان كريم علياء، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير والمشاهدين وبلدنا بالف خير يا رب. امين يا رب. وانت بالف خير، يسعد صباحك. لما نحكي نحن عن موضوع الغذاء، هو يمكن من اكثر المواضيع المهمه بهذا الشهر الفضيل وبتسبب يمكن مشاكل. بدايه خلينا نحكي عن أهم العناصر الغذائية اليوم يلي لازم نتناولها يوميا للمحافظة على جسم سليم. يسعد صباحكم بالبداية. هلأ بالنسبة للغذاء الصحي، نحن مثل ما بنعرف بكل السنة لازم نتناول غذاء صحي، يعني في العناصر الأساسية اللي نحن بحاجة لها، بس بالشهر الكريم بنستغل هالفرصة لحتى ننظم حياتنا بشكل أفضل. بالنسبة للغذاء الصحي لازم يكون فيه العناصر الرئيسية الأساسية، الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، لازم يكون غني بالفيتامينات والمعادن وبالأخص بالماء هلأ بشهر رمضان الكريم. صحيح، يعني دائما نرمين نحن بنسعى دائما انه نحن يكون غذائنا ايضا سليم، وخاصة بكورونا يعني للمناعة قديش مهم ايضا انه نحن نحافظ على هذا التوازن لو في صيام. صحيح، لو في صيام بيعتبروه سالي دائما في شهر رمضان الكريم، هو فرصة لتنظيف الجسم. رح نحكي معك بهذا الموضوع. خلال شهر رمضان هنن وجبتين إذا بدنا نقول، هنن السحور والإفطار. خلينا نحكي اليوم عن السحور، وهو خلينا نعتبر أول وجبة ممكن أنا بلش فيها صيامي. شو العناصر الغذائية اللي لازم تكون موجودة فيها؟ هلأ إذا بدنا نبلش من السحور واللي هو عبارة عن الإفطار بيومنا الطبيعي، بنعتبره الفطور بيوم الطبيعي، لازم يكون غني بكل العناصر الرئيسية اللي نحن دائما بننادي فيها أنه الفطور كتير أساسي ورئيسي. تمام، السحور ليه أنه ضروري ولازم ما نتخطى أبدا، لأنه هو الركيزة الأساسية لنهارنا كلياته. أولا بده يمد جسمنا بالطاقة طول النهار، بده يمدنا بالسوائل طول النهار. تمام، وبده يخلينا يعني هو اللي بيعطينا الدافع أنه نكون نشيطين أو لا. تمام، فلازم يكون غني بالكربوهيدرات وخاصة المعقدة اللي بتمدنا بالطاقة للنهار كلياته. لازم يكون غني بالسوائل، بس طبعا انه مو كترة السوائل، انه يعني اخذ سوائل زيادة، يعني في عالم بياخذوا كتير كميات كبيرة من المي على السحور، وهذا الشيء غلط، لانه الزائد حيطرحه الجسم ما حيخليه داخله. وبالنسبة للبروتينات كتير ضروري البروتين، لانه صعب هضمه كمان. وبدنا نبعد عن المخللات، عن الاشياء الغنية بالأملاح وبالصوديوم، هي بنبعد عنها بفترة السحور. هلأ اجينا لفترة إذا بدنا ننتقل للفطور، الفطور هون بده يكون أولا نبدأ فيه مثل ما حكيت قبل شوي عن فوائد التمر. التمر كتير غني، نبلش بثلاث تمرات حتى مرضى السكر، نحن إذا ما كان في أي عائق أو إذا نصحهم يعني ما صحيح. كان في الطبيب مانعهم انهم ياخذوا التمر، فالتمر حتى مرضى السكر بننصحهم فيه ياخذوا ثلاث تمرات يبلشوا فيها. صح بيعطينا سكريات بسيطه وبس معدله او المؤشر الجلايسيمي تبعه منخفض، فلهيك بيرتفع بتدريجيا سكر الدم بسبب غناء بالالياف، فهو ما حيرفع لنا السكر بشكل سريع. تمام، وبناخذ مع الثلاث تمرات بناخذ كوب من المي، وفينا ناخذ شوربه. الشوربه يفضل انه تكون غير دهنيه، خالية من الدهون، خلينا نقول غنية بالخضروات، كتير مفيدة لأنه فيها ألياف. وهيك بنقسم فترة الفطور لقسمين، قسم اللي قبل الصلاة أو قبل ربع ساعة، وقسم بعد بربع ساعة من تناول هالثلاث أصناف. بعد هالربع ساعة بناخد سلطة، هيك منبلش نحن عم نبلش بطريقه صحيه. صحيح. عم ناخذ السلطه، عم ناخذ بعد هيك يعني بتجي الوجبه الرئيسيه، هي وجبه اوفر شوي. تمام، لانه نحن هيك تعبت المعده عنا. الرز القصص
تمام. وفي عنا العصائر، منفضل انه تكون العصائر خاليه من السكر او سكر قليل، يعني ناخذ اذا فيها سكريات ناخذ نص كوب ونمد الباقي بالمي. بالنسبه للمقبلات انا يعني او كاخصائيين تغذيه ما بنفضل المقبلات على طاوله الافطار، لانه هي حتكون المقبلات قصدي فيها انه مثل المعجنات مثل البطاطا المقليه، هي ما بنفضلها، أو الكبة المقلية ما بنفضلها على الفطور، وإذا يعني أخذناها نعتبرها وجبة رئيسية ما نعتبرها كمان كمقبلات، ويفضل إنه تكون كمان مشوية. هلأ بعد هيك بعد الفطور في عنا الفترة بين الفطور والسحور، هي الفترة فينا بعد بساعتين من الفطور أو بعد صلاة التراويح ناخذ الكافيين اللي نحن المتعودين عليه، شو بنحب ناخذ شو على شو متعودين، متى شاي قهوة شو متعودين، بعد بساعتين بيكون هونك صار في عنا هضم. تمام. بعد هيك فيكن تاخذوا في عنا حصة تكون وجبة خفيفة مثل أي ثمرة فواكه إذا كنا جعنا بعد بساعتين، يعني فينا نحن نستغل الصيام المتقطع بوقت الصيام لحتى نكون صحيين ونعمل رجيم وهيك بينزل وزننا. وبالنسبة لحكيتوا حضرتكم للمناعة، الصيام هو يعني عم يوصفوا للمناعة، نحن من زمان في بروفيسور روسي أوصى بكتاب الجوع من أجل الصحة الصيام مدة 4 أسابيع من 3 لـ4 أسابيع بالسنة لتكون صحتنا أقوى طول السنة. حلو. يمكن هنادي اختصرت علي سؤال كثير مهم، هو موائد رمضان الغنية بالأطعمة الشهية خلينا نقول يلي حكينا عنها هلأ مع حضرتك، كيف بدنا نبدأها مع التمر، الشوربة، السلطات والوجبة الرئيسية بعيدا عن المقبلات. طيب بدنا نحكي نحن بامر الحلويات اللي هي كلها اكيد بعد الفطور العالم بتاكل حلو، هلا ما بعرف اذا كان بيسع معدتهم الحلو بس اوكي بياكلوا حلو هي كعاده صايره. تماما. خلينا نحكي كمان انه ممكن ناخذ قطعه ما ضروري نكثر قشطه وهيك قصص. تمام تمام. للحجر الصحي تعلمنا انه نشتغل كل شيء بايدينا، نعمل جاتويات، نعمل اللي بدنا اياه بايدينا، هون فينا نتحكم نحن بالكميات والدهون والسكر المضاف اللي عم نضيفه. تمام. انا بفضل بالنسبه للحلويات ناخذ الحلويات اللي مصنعه بالبيت، مثلا انت بتتحكمي بكميه القطر او بتعملي القطر عندك بطريقه ممدده، انك تستعملي كوبين مي لكاسه سكر، هيك انت بتكوني عم تخففي من كميه القطر. فيكي تستعملي مثلا اذا بدنا نحكي على القطر، قطايف متعودين على القطايف نحن السوريين. تمام. فمنفضلها انها تكون مشويه عن المقليه، انه نحن اللي نساويها بالبيت، بنفضل القطع الصغيره عن القطع الكبيره، ما بنروح للقطع الكبيره. تمام. فينا نحن نعد بالبيت، نتحكم بالكميه اللي نحن عم نستعملها، بنفضل انه يعني الحلويات تكون يعني اذا حبينا ناخذ ما يكون بشكل يومي. تمام. يكون ثلاث أيام بالأسبوع ما في مشكلة، وتكون كقطع صغيرة ما تكون كقطع كبيرة. تمام. يعني هلأ نحن بدنا نحاول نتخلص من الكوارث اللي عملت لنا إياها الحجر الصحي بجسمنا، وكنا كتير مندفعين باتجاه الطحين والأكل والحلويات ونفرغ طاقتنا بالأكل، فهلأ عنا فرصة لحتى نستغل جسمنا وننظفه من كل هالكميات. نعم. علياء، كمان موضوع المشروبات الرمضانيه هي كمان بتتصدر المشهد، سواء بنحكي عن الجلاب، العرقسوس، التمر الهندي، كلها بتحوي كان سكريات كثيره والناس بتضل موجوده عندها بالبراد وخلال السفر. خلينا نحكي عن المشروبات الرمضانيه المفضله والمشروبات لازم نخفف منها. هلا كل شيء زاد بالمعنى نقص، يعني او كل شيء زياده ضار. هلا خلينا نقول عن الفوائد، نحكي عن الفوائد. مثلا العرقسوس كثير مفيد للي عندهم قرحه معديه، انه بتساعد على بطانه المعده انه تخليها تصير افضل وما تتاثر بالقرحه. تمام. بس بدنا ننتبه لموضوع مرضى الضغط، انه بترفع لهم الضغط عندهم. بالنسبه التمر الهندي، اذا بدنا نحكي على التمر الهندي كثير صحي لمرضى القلب ولدوران الدوره الدمويه، كمان مفيد بيرفع المناعه التمر الهندي. بالنسبه ل أمر الدين، الأمر الدين غني بالبيتا كاروتين، غني بالبيتا كاروتين بفيتامين A واللي هو كمان بيرفع عنا المناعة، ونحن دائما يعني منفضله كمان. هلا نحن عن شو بنبعد؟ بنبعد عن العصائر اللي بتجي على شكل ظروف الغنية المصنعة والغنية بالملونات والغنية بالسكريات. هلا إذا ما في عنا حل تاني فينا ناخذها بس بكميات قليلة، يعني مثل ما حكينا نمددها تكون مي أكثر من إنها عصير أو تمر.
تمام. بس بدي احكي كمان عن الكركديه، الكركديه كثير مفيد كمان لمرضى القلب ولدوران القلب، وكمان بيخفض من ضغط الدم، اللي عندهم ضغط دم مرتفع انه نشربه كبارد كثير مفيد كمان. هاي المشروبات خلال يعني خلال وجبة الإفطار ولا السحور؟ في كتير أشخاص خلال مثلا وجبة السحور ممكن يشربوا جلاب أمردين إلى آخره، هذا هل هذا الشيء صحيح ولا لا لازم نبتعد عن هاي المشروبات خلال وجبة السحور؟ هلا نحن كعادة بناخذها على الإفطار، بس كوجبة سحور أنا ما بفضلها لأنه هي غنية بالسكريات البسيطة، أنا بدي أروح للسكريات المعقدة، ما بدي شيء أنا أحرقه دغري، يعني أنا بدي شيء مدني بالطاقة طول النهار، بدي أروح شغلات معقدة مثل الكربوهيدرات المعقدة، أي شيء معقد. نعم. الفول كتير ظريف على هلا موسمه يعني. هلأ موسمه تماما، بس من بعد عن الثوم والبصل على السحور لأنه بيخلينا نعطش طول النهار. تمام. يعني يمكن نحن كمان حكينا عن العادات الخاطئة وعن العادات السليمة، ولكن أحيانا معلش ننوه أنه في عالم بتشرب مي مع الأكل أو بتشرب عصير مع صحن الأكل، قديش نحن لازم نبتعد عن هذا الشيء؟ يعني قديش هو خطير يعني؟ هلا بالنسبه للكارثه بتكون وقت اللي بيكون بارد، الماء البارد هو اللي بيعملنا عصر هضم. هلا تمام، فممكن يكون المي الدافيه هلا مثلا المعده قادره على انه تفرز حمض لحتى تعدل من المستوى الحمضي بالمعده، فوقت اللي بنشرب مي يعني انه في عالم يعني متعوده انه تاخذ مي، هلا نحن ما بنفضل بكميات كبيره، انا بفضل بالنسبه للمي بالاخص المي انه كل ساعه معنا من الفطور للسحور كل ساعه كاسة، كل ساعة كاسة، هيك منوصل للسحور ونحن جسمنا ما له تعبان ولا مرهق ولا في عنا تجفاف. بالنسبة للمنبهات بحب نبه انه نبعد عن المنبهات. نعم. على السحور. نعم. لانه بتعمل على ادرار البول وبتعمل على جفاف الجسم وهيك بتخلينا عطشانين طول النهار. نعم. يعني بالختام نصائح كثير قدمت لنا اياها، يعني سالي خلال الشهر الفضيلة رح تكون فقرة التغذية هي موجودة عندنا شبه يوميا، بدنا نشكر وجودك معنا أخصائية التغذية علياء الخليفة. وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. رمضان كريم لك ان شاء الله يا رب هيك فقرتنا تكونوا قدروا الجميع يستفيدوا منها. كل عام وانتم بخير.